مساء الخير على حبايب قلبي الحلوين متابعيني الكرام. بناء على رغبتكم كلكم ان انتوا عايزيني اصور من بعيد، فانا بحاول ابعد على قد ما اقدر، بس مش قادرة ابعد اكتر من كده. بس ممكن يكون شكلي عامل لكم ازعاج او حاجة، مش عارفة، او الكلابيس، ما علينا. المهم يعني انا عايزة اقول لكم على حاجة والله مهمة جدا، الستر. والله العظيم احنا ربنا ساترها معانا وماشيين ببركة ربنا وبركة دعاء الوالدين. الستر، الستر. انا ممكن اطلع من بلوى او مشكلة او كرب شديد جدا بحاجة بسيطة قد كده، عملتها من سنين، من شهور، من مدة قصيرة أو طويلة، أيا كان. إيه بقى؟ يعني أنا ممكن مثلا يكون عندي حاجة قديمة شوية في دولابي، مش بلبسها، تخنت عليها أو خسيت عليها، وحاجة مش محتاجاها. الحاجة دي ممكن تكون بالنسبة لناس تانية كتير حاجة كبيرة. يعني في ناس ظروفها فعلا صعبة. احنا طبعا الحمد لله رب العالمين، زي ما قلت لكم احنا عايشين بستر ربنا وبركة دعاء الوالدين والطيب والخير ان احنا اللي بنرضي ربنا بيه. فممكن حاجة بسيطة عندك في دولابك او في دولابك مش بتلبسيها، مش محتاجاها، خلاص قدمت عندك، او اي حاجة يعني ممكن تكوني ساعدتي بيها حد غلبان قوي، فالحاجة دي بالنسبة له حاجة كبيرة قوي. فبتيجي في يوم من الأيام بيبقى عندك كرب شديد ومحتاجة الحاجة الكبيرة قوي دي من عند ربنا سبحانه وتعالى عشان تطلعي من الكرب أو المشكلة اللي انت فيها. وسبحانك يا رب، سبحانك يا رب، زي ما انت سترتي حد أو انت سترت حد، ربنا بعتلك اللي سترك، بعتلك اللي وقف جنبك، بعتلك اللي حللك مشكلتك. مع ان لو انت بتطلع على الامور الربانية، ليه ربنا عمل معايا كده او ربنا عمل معايا كده او سترها معايا، انت هتستعجب، هتستعجب، لان انت ممكن تكون عامل حاجة قد كده بسيطة صغيرة لا تذكر، بس بالنسبة لحد تاني حاجة كبيرة قوي. فربنا جعلك يوم ما انت اتعذرت او اتحطيت في موقف او اتحطيت في كرب شديد، بعتلك اللي يقف جنبك بحاجة كبيرة قوي، زي ما انت كنت في يوم من الايام عملت حاجة بسيطة وكانت بالنسبة لحد تاني كبيرة قوي. انا عارفة ان انا طولت عليكم، بس عايزة اقول لكم انا ليه بقول كده. انا بقول كده علشان في ناس ما بتاخدش بالها ان هي مثلا عندها حاجة مكنزاها في دولابها او عندها شايلاها او تحت السرير او فوق الدولاب ومش بتستعملها ومش هتستعملها، بس الحاجة دي بالنسبة لناس تانية حياة. فارجوكوا كل واحد عنده حاجة ما بيستعملهاش، مش محتاجها، شايف ان هي هتفضل قاعدة لو قعدت العمر كله بينظف مكانها ويرجع يحطها تاني، سواء بقى لبس، اجهزة، اي حاجة، طلعوها لله. وعايزه اقول لكم على حاجه، انتوا الاول دوروا على اللي منكم، يعني مش عيب ولا حرام ان انا اشوف اللي مني الاول الحاجه دي محتاجها ولا مش محتاجها، وبعد كده هبدا ابص لبره ان انا اشوف حد تاني بره عايز الحاجه دي. ويا رب يا رب اكون افدتكم بحاجه، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات حلوه كتير وحاجات حلوه كتير، ويا رب يكرمكم جميعا ويجعلكوا دايما تدوا ما تاخدوا وما يحوجكوا لحد ابدا يا رب، ويجعل الستر ما بيننا دايما وما بين ايدينا.